أهلا بكم إلى أهم أخبار ليبيا، وهذه عناوينها: نقابة الخبازين تحدد سعر رغيف الخبز، انطلاق حملة التطعيمات ضد مرض الحصبة في الجنوب، والنيابة العامة تحبط عملية تهريب 250 مهاجرا. أعلن رئيس نقابة الخبازين محمد بوخريص أنه تم تحديد سعر رغيف الخبز بوزن 80 جراما بربع دينار، وأوضح الوزير أن النقابة شاركت مع الجهات المختصة في تحديد تسعيرة الخبز بما يتماشى مع المواصفات القياسية والأسعار الراهنة للدقيق. أعلن مركز مكافحة الأمراض انطلاق حملة للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية وإعطاء فيتامين A في مناطق غات والقطرون ووادي الآجال ووادي الشاطئ، موضحاً أن التطعيم يستهدف الأطفال من عمر عام إلى عمر ما قبل دخول المدرسة. أعلن فرع جمعية الهلال الأحمر الليبي في توكرا انتشال 3 جثث مجهولة الهوية قذفتها الأمواج شرقي بنغازي، مرجحاً أن الجثث تعود لمهاجرين غير قانونيين، مؤكداً أن عملية الانتشال تمت بعد أخذ العلامات المميزة للجثث وحفظها ومن ثم نقلها بالتعاون مع السلطات المحلية في المنطقة. أكد المجلس المحلي في تاورغا عودة نحو نصف سكان تاورغا إلى المدينة منذ توقيع اتفاق المصالحة بين تاورغا ومصراتة في عام 2018. جاء ذلك خلال لقاء جمع ممثلين عن مجلس تاورغا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمناقشة المبادرات المستقبلية ودعم المصالحة وبناء السلام في محاولة لتحفيز النازحين على الرجوع إلى ديارهم. أعلنت النيابة العامة إحباط عملية تهريب 250 مهاجرا غير شرعي وضبط 4 متهمين من المهربين الرئيسيين في عمليات الهجرة غير الشرعية عبر إدارة منظمة لها بالتنسيق مع شبكات أخرى تعمل خارج ليبيا. أعلن وزير التربية والتعليم بحكومة دبيبة تأجيل امتحانات الدور الثاني لسنوات النقل للعام الدراسي 2022-2023 إلى 9 من يوليو المقبل، وأجرعت الوزارة سبب التأجيل إلى إعطاء الفرصة لعائلات الطلاب الراسبين لقضاء إجازة العيد ومنح التلاميذ مزيداً من الوقت للمذاكرة والتحضير للامتحانات. نهاية النشرة، إلى اللقاء.